وقتها مع المعالجة النفسية دانيا دبيبو. أهلا وسهلا فيكي بالاستوديو دانيا. دانيا اليوم عم نحكي عن نوع من المشاعر يلي هو كتير مهم بحياتنا نقطع فيه كلنا، هو الندم. مثل ما قلت هو نوع من المشاعر، بس أوقات كتير صعب نتعامل معه. يعني في ناس بتقلك أنا ما بندم على شيء، نيالون عن جد نيالون طبيعي هول بيكونوا أكيد. نندم يعني الشعور إنه نشعر بأنه نندم، ليش صعب هالقد؟ صعب لأنه بيتداخل معه كتير عواطف تانية. يعني هو ما بيجي ندم لوحده، هو حالة عاطفية ذهنية صحية بتأثر بعدين. الصعوبة فيه يعني الندم فيه له منافع هلأ بنحكي عنه، بس أنه الواحد لما بحس بالندم هيدي شغلة بتخليه يقيم أنه اللي عمله مثلا غلط لازم يصلح، في مجال للتصليح. سو هون بيكون الواحد عرفتي مثل اللي عم بيزبط اشياء صارت بالماضي. للأسف ما الصعوبة بتكون لما ما بيتزبطوا الاشياء بالماضي، هون الواحد بيصير عم بيدور بحلقة مفرغة، ليه عملت هيك ليه ما عملت هيك. هون يعني في ناس كتير بتتعرقل حياتها، هل الكم من العواطف المترابطة، يعني بصير الواحد عم يجلد ذاته، في لوم للنفس كتير، بصير الواحد عنده قلق خاصة من الاشياء اللي عملها غلط، بيقلق وبصير عرفتي عم بيشعر بالذنب، وهو اللي بحفزوه ياخذ خطوات يمكن ليصلح. بس مرات على الاشياء اللي ما عملها بحس بكثير احباط واكتئاب. سو هون مثل اللي بيتربط وبيضل هون عم بيشتر انه ليه ما عملت هيك، هون بصير في عذاب. هيدا الندم ليه منقول صعب؟ لانه عذاب للنفس لشغلات انه خلص يمكن ما بقى تزبط. هيدا الصعوبة فيه لما مرقت. ما بنعود نقدر نظبطها. طيب نحن اكثر بنندم على اشياء عملناها او اوقات بنندم على اشياء ما عملناها؟ هلا شوفي هيك لما بيدرسوا الابحاث بيقولوا يمكن بنندم اكثر على الاشياء اللي ما عملناها. الاشياء اللي عملتيها انت ممكن تصلحيها، يمكن او بتتعلمي منها دروس وهيك، بس الاشياء اللي ما عملتيها خلص كيف بدك ترجعي؟ سو الواحد بيعيش بهيدا السيناريو اللي طيب انه لو عملت هيك كان صار هيك. في ناس انه يمكن ما بيقدر ما تزوجوا قبل، عرفتي صار عمره 60 سنة بيتطلع ما عنده أولاد حده، ما عنده عيلة حده، طب هيدي كيف بدها تتزبط؟ سو هون الندم بيكون كتير صعب. وفي نيرس عملت دراسة على الأشخاص اللي على فراش الموت اللي عندهم كم شهر يمكن بدهم يناموا، وقعدت تسألهم يعني شو عشو بتندموا أكتر شيء، طلع على الاشياء اللي ما عملوها اغلبيتهم كانوا يقولوا يا ريتني مضيت اكثر وقت مع العائله، يا ريتني اتصلت باصحابي اكثر، يا ريتني عشت مثل ما انا بحب مش مثل ما الناس بدها ياني. سو هول الامور يعني لما الواحد على اخر عمره بيعيد تقييم حياته بيكتشف انه الاشياء اللي ما عملها هي اللي عرفتي مأثر عليه لهلا اكثر، وهو اللي بيذكرهم انه يا ريتني سويت، يا ريت عملت، يا ريتني ما سويت، عرفتي. طيب هل ممكن الشعور بالندم ياثر على صحتنا النفسيه؟ اوف يصير عندنا اضطرابات مثلا؟ هلا هو الندم منيح اذا كان قصير وقدر الواحد يعني يستعمله ليغير ويصلح، بس اللي عم يوقعوا بمشكله هالندم الطويل الامد هيدول يعني عم بكل الوقت عم بيعيشوا بحياتهم تحت ضغط نفسي، هن عم بيحطوا لحالهم ضغط نفسي، والضغط النفسي الزايد قلنا ما بيسوى للمناعة، جهاز المناعة ما بيعود بيعطيك هالمناعة، الهرمونات بتتشقلب. وبتعرفي في ناس بيصير عندهم أوجاع بجسمهم، وفي ناس كتير بتحس هيدا تقل الندم عليهم، اللي في دراسات قالت بيحسوا وزنهم أكتر من ما هو إنه لا أنا نصحان مثلا، هيدا الايه تقل. واللي عايش بالندم كمان بتتأثر طريقة تفكيره، بتتأثر إنتاجيته، بيتأثر الخلق والإبداع عنده، ويعني حياته بتتكركب. خاصة في ناس يعني بتفوت بفوتات تجنب الشيء اللي هن ندمانين عليه، يمكن يتجنبوا الأشخاص، يمكن يتجنبوا المكان اللي صار فيه الشغلة، وهيدي بتعمل مفعول عكسي. سو له تأثيرات على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية، اللي يا ريت الواحد ما يترك حاله اذا شايف حاله هيك عايش بشيء هيدي الحلقه تاعت الندم، لا ياخذ تدابير ليطلع حاله منها ويفكر بالمنافع تاعت الندم مش بالمساوئ تاعته. يعني ممكن الندم ينفع
في منافع. ايه ما هي هيدا اللي بدنا نضوي عليه، انه صحيح هو بحطك بحاله ما منيحه، بس يمكن لوقت معين في له منافع كثير. يعني شوفي اللي اسمهم سايكوباثس، هول اللي بيعملوا الجرائم وبدون ما يندموا، هول السيريال كيلرز اللي بيقتلك 10 12 15 20 شخص بدون ما يحس بتأنيب ضمير. هيدا ما عنده، في عنده خلل براسه، هيدا عدم وجود الندم عنده عم بخليه ضله بهيدي الحلقه تاعت القتل. ونفس الشيء اللي بيسرق اذا ما عم بحس هو بانه عمل شيء غلط عم بيكمل. صحيح. سو الندم كثير مهم. يعني بنشوف الناس اللي بينحطوا بالحبس على شيء عملوه بيعيشوا هيدا الندم، وهون بياخذوا قرارات انه انا بس اظهر من الحبس مثلا بدي زبط، بدي غير. ايه انت اذا غلطتي مع حدا من اصحابك، مع حدا من اهلك، حسيتي بالندم انه لا لازم صلح، طب هيدا بخلي لك علاقاتك الاجتماعيه والمجتمع بالف خير. اذا كل واحد عم بيغلط بس بده يرجع يصلح، لان مش طبيعي الواحد ما يغلط. سو هيدي كثير مهمه. ثاني شيء الندم هو اللي بخلينا على كبر، يعني يصير عنا هالحكمه وهالنضج. ليه بنقول نحن نضج مع العمر؟ إيه؟ لانه قطع بتجارب ندم عليها. تعلم منا، بيعلمك الخطا. اذا انت عم بتفكري شو عملتي هذا كثير منيح، شو عملتي غلط وكيف فيكي تزبطي، كيف فيكي اذا ما قادره تزبطي شو ممكن تتحسبي للمستقبل. الندم منيح اذا الواحد بيحسب له حساب، منصير بنقول انا ما بدي اندم بعدين، بدي شوف اهلي، بدي شوف عائلتي، بدي اعمل معهم اشياء، لاني ماني ضامن حالي انا انه يمكن انا بكره خلص يخلص عمري. سو خليني ساوي، اذا بحط حاله الواحد تحت هيدا الخوف انه اندم، انا خليني ساوي الاشياء من هلا. لان هيدي كمان اللي شغلي كمان اللي على فراش الموت بيقولوا يا ريتني قلت للي بحبهم بحبكم. ما انه اخذتها من المسلمات. سو الخوف انه الواحد يبلش يعمل حساب انه انا ما بدي مثلا اغلط بالمستقبل، هيدي شغله كثير منيحه. اذا ما موجود هالتقييم واذا ما موجود هالتصليح ما يمكن بتكون حياتنا احسن. الندم بخليكي تشتغلي على حياتك تكوني احسن. المدمن على المخدرات، المدمن شو اللي بخليه انه يصحى فجاه؟ الندم، انه ليش انا فتت بهالصوت، ليه خربت حياتي. ايه بخليه يصلح. الزوج اللي بيخون زوجته مثلا يمكن بوقتها كان منه هيدا ندم، بده يرجع يزبط معها، بصير بيحاول بصير بيزبط، هيدا بينسيها، يمكن ما تنسى هي الست بس بينسيها كثير الاشياء الغلطه الفادحه. طبعا. سو هيدا الندم اللي بخليه للواحد يغير بتصرفاته، يغير بحياته، شغله كثير منيحه. كل هول العواطف الصعبه اللي بنقطع فيها صحيح بتتعبنا بتتقلنا، بس انه من ناحيه ثانيه هيدي عم تعطينا علامات ومعلومات كثير منيحه لحتى نكمل بحياتنا احسن. طبعا يقال دانيا كمان انه اوعى تعمل هالشيء او فكر كثير منيح لالا لا يعني بعدين قد لا ينفع الندم، بس نحن بنقول لا قد ينفع الندم، ولازم نتعامل مع هيدا الندم بانه نحسن حياتنا. صح. هل مزبوط. في اولويات او خطوات نتعامل مع الندم؟ هي شوفي اذا الواحد يعني غلط بحياته، اذا بده الواحد يعيش بالندم فتره كثير طويله، هيدي شغله ما منيحه. يعني فكر اول شيء يا ترى انا بقدر صلح، اذا قادر الواحد يصلح، يعني اذا في خلاف عائلي بده يحسب الواحد. هلا اذا واحد ما عم بيحكي بيه مثلا، توفى بيه وهو بعده زعلان منه، طيب من بعد ما توفى كثير صعب. صح. يعمل اشياء. سو هون اذا ما قادر يصلح هو مع بيه، بصير بيركز يمكن على امه اللي بعدها موجوده، انه يا عمي العمر ما مستاهل، خليني بركز، خليني ما اعمل نفس الغلطه، بركز على امي، بركز على اخواتي. ثاني شيء اذا هذا في مجال للتصليح يصلح الواحد، اذا ما قادر يصلح بده الواحد يقعد يفكر شو اللي خليه يتصرف بالطريقه اللي تصرف فيها، او بالخيار اللي اختاره مثلا. مرات كثير اذا بنرجع بنعيد السيناريو شو اللي حطنا تحت هيدا التصرف او الخيار، بنقول انه يمكن ما كان عندنا بوقتها معلومات اللي تخلينا نتصرف بشكل ثاني، ما كنا نعرف، او الظروف جبرتنا. سو هون الواحد بده يصير يقول لحاله
يا عمي انا طيب هيدا اللي كنت قدرت اعمله عليه، نحن عاده بنساوي دائما احسن ما عندنا بالحياه، طيب لو بوقت عرفت اللي هلا عم بعرفه انا يمكن كنت تصرفت قبل، صح. شو في اعمل فيه هيدا لغيره؟ اذا ما بقى قادر غيره بدي سامح حالي. بدنا نكون واقعية إنه الحياة فيها القرارات الصح وفيها القرارات الغلط. طبعا بعمل كتير قرارات صح أنا وما عم بعمل يمكن قرارات غلط، ومعليش خلص أنا بدي قرر سامح حالي. في ناس بيوقعوا بفضايح جنسية اللي هيدي بيندموا كتير عليها مثلا، بس إنه المجتمع ما بيرحمهم، خلص السمعة هيدي بس تروح ما بتعود ترجع، وهول بيتعرضوا كتير لمشاكل الندم. صحيح. طب إذا المجتمع ما عم بيرحمك أو ما عم يرحمك، قعد قرر مع حالك أنت أنه خلص إذا هني ما عم بيسامحوني خليني أنا سامح حالي. سو هو بدي الواحد يكون طري ويتعلم، يعني هيدا ناخد الحكمة من الندم أنه نتعلم من أخطائنا لحتى نساوي حياة أفضل. نستعمل هيدي الطاقة تاعت الندم لنظبط كتير اشياء يمكن عنا او عن غيرنا، يعني في كتير مدمنين اللي تورطوا بصير عندهم هيدي اللهفه يوعوا ويحكوا عن قصتهم ويوعوا، ياما انشأوا مراكز يعني لمكافحه الادمان وللمساعده على تخطي الادمان. سو هيدي فيها طاقه الواحد يستعملها لحتى يقول انا طيب بدي اعوض عن الغلط اللي صار قبل بشي يمكن احسن. نستعملها هيك لنتطلع على الايجابيات. في ناس خيارهم كان يمكن ما منيح، بيقولوا انا تزوجت وحده ما كان لازم اتزوجها، لك طيب تورطت معها صار عندك اولاد مثلا، اقعد فكر انت نتيجه هيدا الزواج اللي ما كنت كثير قبلين فيه شو هو، كيف حياتك هلا؟ بيقولوا ولادي ما في احلى منهم، طيب لو تزوجت وحده غيرها ما كانوا هول الاولاد موجودين؟ صحيح. اطلع فيهم حلوين، يعني مرات لازم نطلع كمان على نتيجه حياتنا هلا كيف رغم هيداك الخطا مثلا. صح. طب هلا عندي كثير اشياء حلوه، معليش بتعايش معه مرات اذا الشغله خلص ما قادرين بقى نغيرها، بدنا نقول انا ما بدي اياها تاثر علي بقى، خلص بدي سامح حالي، بدي اتكيف مع الموضوع وامشي، لانه اذا الواحد حيضل يجلد ذاته هيدي وانه لو ويا ريت وهيك هون ما بينفع. صحيح. بدنا نشوف كيف حينفعنا الندم ونركز عليه. نعم دانيا، بنلاحظ انه اغلب انواع المشاعر هي قرارات شخصيه، انا بعلم حالي او انا بقرر حس هيك او انا لازم افكر اي نوع من المشاعر بدي اعيش فيه او اي نوع من المشاعر بدي احسس الاخرين فيه، كانه قرار شخصي. ولا هي ايه يعني انت مرات بتغلبك عواطف، بصير معك شيء بدك انه تفوتي بالنتيجه تاعتها اذا تزعلي او تقلقي او كذا، بس ايه الواحد لازم يعيشهم هول العواطف شوي ويرجع بعدين يقرر يعدلهم يغيرهم. هيدي شغله كثير مهمه، جزء من الذكاء العاطفي اللي هو هيدا الاساس هلا بالنجاح بالحياه، انك تقدري انت تغيري عواطفك اللي بتقلك العواطف السلبيه تغيريها، ما تخليها تاخذ وقت طويل لانه كلهم منيح هن العواطف الصعبه. صحيح. بس كثرتهم طولتهم هي اللي بتطلع بنتيجه عكسيه، ما لازم نترك حالنا فيهم. فايه التقرار بتغيير العواطف بطرق متعدده، يمكن هيدي بنحكي حلقه عنها، هيدا اللي بيطلعه للواحد وبيخليه اقوى بالحياه. لان اذا بنقول الندم، في ابحاث كثير بتقول الندم بيخفف المرونه النفسيه، ما بيعود الواحد اذا تعرض لمشاكل عرفتي بيقدر يتخطاها، لانه دائما لايم حاله ومرات بصيروا بيقاصصوا حالهم زياده، ما انا ما بستاهل لاني عامل لانه هيك. عملت هيك لانه يعني القرار هو بانه نسامح حالنا ونندم، نندم ضروري يعني نشعر بهيدا الشعور نحس فيه انا ندمان على هالتجربه او على هالخطا اللي ارتكبته وبدي صلحه، بدي اعيد النظر فيه. ايه فهيدي كثير شغله منيحه. بتعرفي عملوا دراسات انه شو اكثر شيء بيندموا الناس عليه؟ اول شيء بيجي شو خيارهم الدراسي، بيرجع الاشياء المهنيه، بيرجع العلاقات العاطفيه، بيرجع طريقة التربية، وبيرجع إشي عن النفس، خيارات عن النفس، وبيرجع كيف بيقضوا أوقات الفراغ. سو هول الستة كانوا أكثر شيء الناس بيذكروهم لأنه ندمانين عليهم.
واذا بنشوف الستات والرجال مين اللي بيندم على شو اكثر، بيقول في دراسات شافت انه 44% من الستات بتندم على علاقات عاطفيه مقابل 19% الرجال بيندموا على علاقات عاطفيه. هذا شوفي الرجال قد ايه قوام بهر من وحده بياخذوا وحده ثانيه دغري بيسكر الصفحه. الرجال اكثر بيندموا على قرارات مهنيه أكثر. لانه هو الرجال اكثر ما بيعرفوا شو بيشتغل شو بيعمل، فهيدي اللي بتعطيه القوه والحضور. لا تقلع عنده كثير الست، لا الحياه العاطفيه اهم بالنسبه لها. حلو كثير الموضوع، شكرا دانيا دبيبو، شوفك الاربعاء الجايين الله راد. ان شاء الله ان شاء الله. بريك مشاهدينا وبتابع ما تبقى من صباح اليوم.